مرحبا، مع التمرين المتعلق بالبنية الجبرية والمصفوفات وخوض من الامتحان التجريبي. لدينا نفس التمرين، نزود المجموعة R كاري بقانون التركيب الداخلي التين معروف بمعلم مهما يكون X Y من R كاري ومهما يكون A B من R كاري كذلك، فإن X Y T A B كتساوي لنا X A ناقص Y B، هذا الزوج الأول. بالنسبة للزوج الثاني فهو كيساوي لنا X B زائد Y A زائد 2 Y B، ونعتبر مجموعة جي اللي كتساوي لنا الزوج X Y اللي كينتمي لR كاري، بحيث X مجموع ديالهم X زائد Y كيخالف لنا صفر. السؤال الأول يبين أن جي جزء مستقر من R كاري مزود بالقانون تي، وأن جي مزودة بالقانون تي زمرة تبادلية. غنبداو مع أول سؤال. لدينا لكل X Y و A B من جي، سنبين أن إكس إيكغيك تي أ بي، يعني هاد الزوج الأول مع زائد الزوج الثاني، فهو كيخالف لنا صفر لكي نتحدث عن قانون تركيب داخلي. ألوغ لدينا إكس إيكغيك تي أ بي، فهو كيساوي لنا، إذن الزوج الأول هو إكس أ ناقص إكغيك بي، بالنسبة للزوج الثاني فهو إكس بي زائد إكغيك أ زائد 2 إكغيك بي. إذن الآن إلى جمعنا الزوج الأول مع الزوج الثاني، لدينا إكس أ ناقص إكغيك بي زائد إكس بي زائد إكغيك أ زائد 2 إكغيك بي. إذن إلى جمعناهم سنجد أنها كتساوي لنا إكس أ زائد إكس بي زائد إكغيك أ زائد إكغيك بي. إذا نقوم بتعميل هذا التعبير، إذا إكس عامل لي أ زائد بي زائد إكغيك عامل لي أ زائد بي، إذا كتساوي لنا إكس زائد إكغيك عامل لي أ زائد بي. إذا كينتمي للجي، لأن قلنا إكس و إكغيك كينتمي للجي و أ و بي كينتمي للجي، يعني إكس زائد إكغيك كتخالف الصفر، والزوج كذلك أ زائد بي كيخالف لنا الصفر، ومنه فجداؤهما كذلك كيخالف الصفر، وبالتالي ف تي قانون تركيب داخلي في الجي. ننتقل للسؤال الموالي، والذي يتعلق ب بين أن أن الجي مزودة بالقانون تي زمرة تبادلية. بالنسبة للتبادلية، ليكون الزوج إكس إكغيك و أ بي من جي، لدينا إكس إكغيك تي أ بي كيساوي لنا. بالنسبة لهذا النوع من القوانين الداخلية فهي في الغالب تتعلق بجداء مصفوفات، لأن فاش غنزو جداء مصفوفات سنزيد الزوج الأول كيساوي هذا التعبير هذا، والزوج الثاني كيساوي هذا، لذلك هذا كيساعدنا في دراسة المصفوفة. إذا كيساوي لنا، قلنا إكس أ ناقص إكغيك بي، هذا الزوج الأول. الزوج الثاني هو إكس بي زائد إكغيك أ زائد 2 إكغيك بي. إذا كيساوي لنا أ إكس ناقص بي إكغيك بي إكس زائد أ إكغيك زائد 2 بي إكغيك، وهذا ما هو إلا AX عفوا AB تي إكس إكغيك، ومنه ف تي تبادلي في جي. الآن خصنا نبينو الجمعية. بالنسبة للجمعية ناخدو ثلاثة العناصر، ناخدو صفحة جديدة، ليكن الكوبل إكس إكغيك والكوبل أ بي والكوبل ألفا بيتا من جي. بالنسبة للجمعية، إذن إكس إكغيك تي أ بي تي ألفا بيتا، فكتساوي لنا، إذن هذا إكس إكغيك تي ألفا أ بي فهو كيساوي لنا كما رأينا من قبل إكس أ
ناقص y b، هذا الزوج الأول. الزوج الثاني هو x b زائد y a زائد 2 y b. إذن t ألفا بيتا. إذن كيساوي لنا الزوج الأول في الزوج الأول، إذن بالتالي كيساوي لنا x a ناقص y b مضروبة في ألفا ناقص الزوج الثاني مضروبة في الزوج الثاني ناقص x b زائد y a زائد 2 y b مضروبة في بيتا. هذا بالنسبة للزوج الأول. الآن بالنسبة للزوج الثاني، هو الزوج الأول في الزوج الثاني، أي x a ناقص y b مضروبة في بيتا زائد الزوج الثاني مضروبة في الزوج الأول x b زائد y a زائد 2 y b مضروبة في ألفا زائد 2 بيتا مضروبة في الزوج الثاني اللي هو x b زائد y a زائد 2 y b. إذن بنفس الطريقة إلى حسبنا، إذن سبح الوقت تجد الأسئلة مهمة. بالنسبة إلى حسبنا x y t a b t ألفا بيتا، سنجد كيساوي لنا هذا التعبير، هذا الكوبل هذا. إذن يمكن أن نستنتج أن القانون تي تجميعي في جي. انتقل سؤال نبينو وجدنا التجميعية، الآن نبينو أنه يقبل ألوغ يكون زوج أ بي من جي. إذن حيث أ بي هو العنصر المحايد، إذن و x y كذلك من g. إذن a b عنصر محايد، إذا فقط إذا كان x y t a b كيساوي لنا x y، أي أن x x a ناقص y b هذا هنا x b زائد y a زائد 2 y b كيساوي لنا x y. إذن هذا نحلو هذا النظام، هذا يكفي أن x a ناقص y b كيساوي لنا هذا البرومي كوبل، كيساوي البرومي كوبل هنا x، دوزيام كوبل كيساوي دوزيام كوبل، و x b زائد y a زائد 2 y b كيساوي y. إذن هذا يكفي أن إذن a ستكون كتساوي 1 و y كتساوي لنا 0 باش حققنا هاد المعادلتين. ومنه فالعنصر المحايد هنا، لا العنصر المحايد بالقانون تي في جي هو الكوبل واحد عفوا هنا هذه بي وليس y، واحد 0. لأننا وجدنا العنصر المحايد، الآن نبحث عن المماثل. ألوغ ليكون x كوبل x y و a b من g. ألوغ لدينا نبحث عن المماثل x و y. إذا x y t a b سيكون كيساوي لنا العنصر المحايد، أي واحد زيرو. إذن هذا x y t a b فهي كتساوي لنا x a ناقص y b و x b زائد y a زائد 2 y b كتساوي لنا واحد زيرو. إذن نحصل على نظمة، هذا يكفي أن x a ناقص y b كتساوي لنا واحد، و x b زائد y a زائد 2 y b كتساوي لنا 0. إذن هنا ضروري ما نحلو هاد النظمة هادي. ألوغ بالنسبة للمحددة ديال هاد النظمة هادي، هنا كنوضعو المعامل ديال x اللي هنا a، وفي هاد السطر الثاني هو b. هنا كنوضعو المعامل ديال b ديال y، حيت هنا هو b وهنا a زائد 2 b. إذن المحددة كتساوي لنا أ
ا كاري زائد 2 ابي هنا عفوا هذا ناقص ناقص بي ناقص في ناقص غتعطينا زائد بي او كاري. اذا كتساوي لنا ا زائد بي او كاري كيخالف لنا الصفر، لان قلنا ا و بي من جي، اي ان مجموعهما كيخالف الصفر. بالتالي ف زوج إكريك فهو كيساوي لنا دلتا إكريك على دلتا، كيساوي لنا نحسبه الآن محددات دلتا إكريك. إذا أنا كنوضعو أبي في مكانهما، ومكان إكريك كنوضعو الحل اللي هو 1 0 1 0. إذا أنا على دلتا اللي لقيناها أ زائد بي أو كاري كتساوي لنا، إذا أنا أ في صفر صفر، إذا ناقص بي، إذا كتساوي ناقص بي على أ زائد بي أو كاري. هذا بالنسبة لإكريك. بالنسبة لإكس كيساوي لنا دلتا إكس على دلتا، كيساوي لنا إذا هنا مكان إكس هاد الأ و بي كنعوضوه بالحل ديال النظمة اللي هو 1 0، وإكريك كنوضعو في مكانه اللي هو ناقص بي أ زائد 2 بي على أ زائد بي أو كاري. إذا كيساوي لنا أ زائد 2 بي على أ زائد بي أو كاري. إذا الآن تحققوا واش المماثل فعلا كينتمي لجي. إذا أي أن إكس زائد إكريك خصو يكون كينتمي لجي. إذا لدينا إكس زائد إكريك كيساوي لنا ناقص بي زائد 2 بي زائد أ على أ زائد بي أو كاري. إذا كتساوي لنا 1 على أ زائد بي. إذا بالفعل كينتمي لجي. بالتالي كل عنصر عنده مماثل. إذا النتائج اللي يمكننا نخلصوا ليها، يمكننا الآن وجدنا أن هذا التي تبادلي، وجدنا أن التي تجميعي في جي، وجدنا أن كيقبل عنصر محايد، أن جي كيقبل عنصر محايد بهذا القانون تي اللي هو كوبل 1 0. وجدنا كل عنصر من جي كيقبل مماثل بهذا القانون تي، وبالتالي فجي مزودة بالقانون تي فهي زمرة تبادلية. الآن ننتقل للجزء الثاني من التمرين. نعتبر في المجموعة او اللي كتساوي لنا ام دو اكس يكريك كيساوي لنا مصفوفة اكس زائد يكريك يكريك زيرو اكس زائد يكريك، حيث اكس ويكريك كينتميو للجي. الغول يكون اف تطبيق المعرف من جي نحو او بما يلي، فما يكون اكس يكريك كينتميو للجي فان اف دو اكس يكريك كيساوي لنا ام دو اكس يكريك. سؤال او الف بين ان او جزء مستقر من ام دو ار ذو ضبطر. ناخذو ليكون اكس واكريك وواحد الكوب الاخر هو ابي من جي. لوغ ننجز ضرب المصفوفات. لوغ لدينا ام دو اكس اكريك مضروبة في ام دو ابي كيساوي لنا، اذا المصفوفة اكس اكريك هي اكس زائد اكريك، العنصر الثاني اكريك، هنا صفر، هنا اكس زائد اكريك مضروبة في أ زائد بي، بي زيرو أ زائد بي. إذا كتساوي لنا إكس زائد إكريك مضروبة في أ بي أ زائد بي. إذا بالنسبة لإكريك في صفر يعطينا صفر. هنا ثم نضرب هاد لالين في هاد لا كولون، إذا تعطينا إكس زائد إكريك مضروبة في بي زائد إكريك مضروبة في أ زائد بي. هنا سنجد صفر، هنا نفس الشيء سنجد إكس زائد إكريك مضروبة في أ زائد بي. إذا كتساوي، إذا لا نشرنا هاد التعبير، سنجد إكس إكس أ زائد إكس بي زائد إكريك أ زائد إكريك بي. إذا هاد التعبير لا نشرناه، سنجد إكس بي زائد إكريك أ زائد 2 إكريك بي. هنا صفر، هنا سنجد نفس هذا التعبير إكس أ زائد إكس بي زائد إكريك أ
زائد إكغيك بي، ولكن نحن نريد أن نحصل على العنصرين هنا، العنصر الأول إكس و إكغيك. إذن هذا التعبير يمكننا أن نكتبه على شكل، بالنسبة للعنصر الثاني إكغيك فهو واضح، هو بالنسبة لهذا إذن غنكتبو إكس أ ستكون ناقص إكغيك بي، ناقص إكغيك بي. إذن نقصنا إكغيك بي، وبالتالي هنا تصبح زائد إكس بي زائد إكغيك أ زائد اثنان إكغيك بي. إذن اثنان إكغيك بي ناقص إكغيك بي هي إكغيك بي، بالتالي هذا هو العنصر إكس وهذا هو العنصر إكغيك. هنا إكس بي زائد إكغيك أ زائد اثنان إكغيك بي، هنا صفر، هنا نفس الشيء، إكس أ ناقص إكغيك بي زائد إكس بي زائد إكغيك أ زائد اثنان إكغيك بي. إذن كتساوي لنا إم دو، إذن العنصر الأول هو إكس أ ناقص إكغيك بي، العنصر الثاني هو هذا أو هو هذا نفس الشيء. إذن إكس بي زائد إكغيك أ زائد اثنان إكغيك بي. إذن كيساوي لنا إم دو، يمكننا نلاحظوا أن إكس هذا هو إم دو إكس إكغيك تي أبي. إذا ناخد صفحة جديدة، إذا وجدنا إم دو إم في إم إكس إكغيك مضروبة في إم أبي، وجدناها كتساوي لنا إم دو إكس إكغيك تي أبي. وجدنا سؤال سابق أن إكس إكغيك تي أبي فهو قانون تركيب داخلي، أي هذا التعبير هذا ينتمي إلى جي، وبالتالي فهذه المصفوفة هذه بما أنها إكس إكغيك تي أبي كينتمي لجي فهي كتنتمي لأو، لأن إكس وإكغيك هاد الزوجين خصو يكونوا كينتميو لجي. إذا بالتالي هذا قانون أو جزء مستقر ب من ام دو ار مزودة بالضرب. الآن بالنسبة للسؤال الثاني، بين أن اف تشكل تقابلي من جي مزودة بالتي نحو او مزودة بالضرب ثم تستنتج بنية او. دونك بالنسبة للتشكل التقابلي، ناخد صفحة جديدة. الوغ اي خصنا لدينا تطبيق اف من جي نحو او، بينو ان التشكل التقابلي من جي مزودة بالقانون تي نحو ام مزودة بالضرب. الوغ اي لنا اف، خصنا نلقاو اف دو الوغ ليكون اكس اكغيك و ابي من جي. الوغ لدينا اف دو اكس اكغيك تي ابي فهي كتساوي لنا ام دو، لان اف دو اكس اكغيك كيساوي لنا ام دو اكس اكغيك، كيساوي لنا ام دو اكس اكغيك تي ابي. اذا كيساوي لنا ام دو اكس اكغيك تي ابي هو اكس ا ناقص اكغيك بي، هذا الزوج الاول، الزوج الثاني هو اكس بي زائد اكغيك ا زائد اثنان اكغيك بي. اذا كيساوي لنا ام دو، اذا فاش وجدنا جداء مصفوفتين وجدنا كيساوي لنا هذا التعبير هذا، فهو هذا ما هو الا ام دو اكس اكغيك مضروبه في ام دو ابي. اذا كيساوي لنا ام دو اكس اكغيك فهو اف دو اكس اكغيك، لان حسب المعطيات اف دو اكس اكغيك هو ام دو اكس اكغيك مضروبه في اف دو أبي. ومنه فاف ستا هوموموورفيزم تشاكل من جي مزودة بالقانون تي نحو او مزود بالضرب. الان بالنسبة لنبينو انه تباين اجيكتيف، الوغ بالنسبة للتباين الوغ كون اكس اكغيك و ابي من جي، اي خصنا نوجدو ان
اف دو اكس اغريغ كيساوي لنا اف دو ا بي، فهذا يكفي ان اف دو اكس اغريغ هي ام دو اكس اغريغ، فهي كتساوي لنا ام دو ا بي كتساوي لنا تلعودنا يكفي ان ام دو اكس اغريغ هي اكس زائد اغريغ، هنا اغريغ هنا صفر، اكس زائد اغريغ كتساوي لنا قص المكان ناخذو لنا يكفي ان اذا سنجد ان اكس زائد اغريغ 0 اغريغ اكس زائد اغريغ كيساوي لنا ا زائد ب مصفوفه ا زائد بي بي 0 ا زائد بي، اذا يكفي ان ا اكس زائد اغريغ كتساوي لنا ا زائد بي و اغريغ كتساوي بي، يكفي ان اكس كيساوي ا و إغريغ كيساوي لنا بي، وبالتالي فهذا التطبيق اف فهو تباين. بالنسبه لانجكتيف، بالنسبه للشموليه سوجكتيف، يعني مهما يكون ام كنتم من 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 او، فيوجد واحد الزوج اكس إغريغ كينتمي لجي تلك ام ان ام دو اكس ام، فهي كتساوي لنا مصفوفه اكس زائد اغريغ، هنا اغريغ 0 اكس زائد اغريغ اذا كل عنصر عنده على الاقل واحد سابق، اي ان كل مصفوفه كيوجد واحد الزوج اكس اغريغ من جي، بحيث ام كتساوي لنا ان ام كتساوي لنا ام اكس دو اغريغ، فهي كتساوي لنا هاد المصفوفة اف دو اكس اغريغ، بالتالي ف اف شمولي. اذا شمولي يعني كل عنصر عنده واحد سابق، ولا كان هاد السابق وحيد، اي اذا كان تطبيق شمولي تباين فهو تقابل، ومنه ف اف، وراينا حسب سؤال سابق ان اف تشاكل، اذا بالتالي فهو تشاكل تقابلي من جي مزودة بتي نحو او مزودة بالضرب. ننتقل للأسئلة الموالية. اذا نحدد مقلوب مصفوفة ام اكس اغريغ لكل اكس اغريغ من جي. بالنسبة للمقلوب المصفوفة نستغلوا نتائج أسئلة السابقة، لوغ لكل كوبل إكس إكغريك و أ بي من جي لدينا إذا مقلوب المصفوفة إم دو إكس إكغريك موان ز، فهي كتساوي لنا إذا إم دو إكس إكغريك فهي ما هي إلا إف دو إكس إكغريك، إذا موان ز كتساوي لنا إف دو اكس اغريغ موان ز موان ز، اذا كتساوي لنا اف دو، اذا وجدنا هذا مقلوب، هذا رجعوا للمقلوب اكس اغريغ وجدناه في سؤال سابق، هذا سؤال نعم يكتب على شكل زوج برومي كوبل اكس، فهو أ زائد ناد بي على أ زائد بي أو كاري، والزوج الثاني ناقص بي على أ زائد بي. نرجعو إف دو، عندنا قلنا الزوج الأول هو اثنان إذا إكس زائد اثنان إكغريك على اكس زائد اغريغ او كاري. بالنسبه للزوج الثاني فهو ناقص اغريغ على اكس زائد اغريغ او كاري، اذا كيساوي ام دو ام دو اكس زائد 2 اغريغ على اكس زائد اغريغ او كاري، الزوج الثاني ناقص اغريغ على اكس زائد اغريغ أوكاري. إذا يكفي فقط أن نعود بهذين الزوجين في هذه المصفوفة هذه،
إذا سنجد، إذا لا عدنا كيساوي، إذا هذا التعبير، إذا إكس زائد 2 إكريك زائد ناقص إكريك على إكس زائد إكريك، سنجد إلى هذا التعبير زائد هذا، فهو يساوي 1 على إكس زائد إكريك. إذا إلا جمعنا هذا العنصر زائد هذا العنصر، لأن هنا عندنا إكس زائد إكريك، إذا هذا العنصر الأول زائد العنصر الثاني. نفس الشيء هنا كذلك سنجد 1 على إكس زائد إكريك. بالنسبة لهنا، بالنسبة لهنا ناقص إكريك، إذا فقط هنا العنصر الثاني أي ناقص إكريك كيبقى كما هو، ناقص إكريك على إكس زائد إكريك وكاري، وهنا صفر. إذا هذا هو مقلوب المصفوفة M دو إكس إكريك، إذا هو M دو إكس إكريك موان زان. تقول السؤال، بالنسبة للسؤال حل في E المعادلة إكس كاري كتساوي إي كاري، ألوغ لكل إكس و إكريك و أ بي من جي، نحل هذه المعادلة، نضع إذا نوضعو كرونت إكس فهي كتساوي لنا إم دو إكس إكريك، أي أن إم دو إكس إكريك أو كاري كتساوي لنا إي دو. إذا بالتالي ف أي أن إم دو إكس إكريك مضروبة في إم دو إكس إكريك كتساوي لنا مصفوفة الواحدية، وبالتالي فمقلوب هاد المصفوفة هادي مقلوب إم دو إكس إكريك، ف إم دو إكس إكريك موان زان، بما أن إم دو إكس إكريك ضربناها في إم دو إكس إكريك وعطاتنا المصفوفة الواحدية، بالتالي ف إم إكس إكريك موان زان ما هو إلا إم إكس إكريك. إذا هذا هو مقلوب المصفوفة، بما أن هاد سنجد أن الضرب تبادلي، لأن هذا القانون تي كما رأينا من قبل فهو تبادلي، وبالتالي ف إم دو إكس إكريك موان زان هي إم دو إكس إكريك. إذا لا بغينا نحلو هاد المعادلة، فقط يكفي أن نعوض، وجدنا من قبل هنا إم إكس إكريك موان زان هي 1 على إكس زائد إكريك، هنا وجدنا ناقص إكريك على إكس زائد إكريك أو كاري، هنا صفر، هنا 1 على إكس زائد إكريك كتساوي لنا هنا إكس زائد إكريك، هنا إكريك، هنا صفر، هنا إكس زائد إكريك. إذا فقط نحل هذا النظمة هذه، أي أن 1 على إكس زائد إكريك كيساوي لنا إكس زائد إكريك، إذا هذا الزوج كيساوي هذا العنصر، عفوا كيساوي هذا العنصر، وناقص إكريك على إكس زائد إكريك كيساوي لنا إكريك. إذا هذا يكافي أن إذا إكس زائد إكريك أو كاري كيساوي لنا 1، وناقص إكريك أو هنا نعمل إذا إكريك، أي أن إكريك مضروبة إكس زائد إكريك كتساوي لنا ناقص إكريك. إذا يكفي فقط نحل هاد النظمة هذه بكل سهولة، سنجد الزوج الذي يحقق هاد النظمة هذه، سنجد برومي كوبل هو ناقص 1 صفر، والزوج كذلك آخر كيحقق لنا هاد النظمة سنجد 1 0. فقط يكفي أن شكرا على المتابعة، كان هذا تمرين في البنيات الجبرية، وإلى نلتقي مع تمرين آخر، شكرا على المتابعة.